عنوان سوريا الجسد الواحد، يجتمع هنا حولي المئات من أبناء الجالية السورية الحرة، وذلك بدعوة من تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية. يجتمعون هنا اليوم في ساحة ماريا تيريزا نبلاتس القريبة من البرلمان النمساوي. هذا الاجتماع وهذه الوقفة التضامنية داعما لحراك الداخل في محافظات سوريا في دير الزور ودرعا والسويداء. يا محلتنا بتحلقى نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا لنا الحق كأبناء المنطقة الشرقية في تقرير المصير والتخلص من الأرهاب الأصفر الذي يتمثل بقسد وأذنابها. لاحظنا أنه قسد والنظام هي عملة واحدة لوجهين، وجهين لعملة واحدة، لا يختلف شيء نهائيا. الآن نحن نخرج من قلب فيينا لنؤيد ونؤكد الحراك السلمي ضد الفئات الطاغية التي ليس لها تأثير سلمي ولا فائدة للمجتمع. سبب مشاركتي مش من شان النظام الفاسد وممارساته حق أخواننا السوريين، ومشان العشائر بدعم العشائر بدير الزور، ونصرة لأخواننا بالسويداء. ما في طائفية، ما في درزي، ما في علوي، ما في سني، ما في أشوري، ما في كردي، كلياتنا سورية واحدة موحدة. بدنا نوصل صوت أنه نحن منضامنين مع أخوتنا الموجودين بدير الزور وبدرعة وبسويدة وبإدلب وبكل أماكن، وضد الانفصال. أي كيان بده يعمل يعني شيء انفصالي بسوريا نحن ضده. سورية واحدة موحدة معروفة كلياتها، بدنا إياها نرفع الظلم عنا، نعيد بنائنا، إيدنا بإيد المسيحيين والآشوريين والكرد والعرب، كلياتنا بجميع الطوائف. نحن كسوريين بدنا نبني سوريا. أنه الثورة ثورة عشائرية، ليست ثورة منضامنة لا مع نظام ولا لأجل مصالح شخصية. التكاتف من الأخوة بالعشائر الموجودة كلياتها، ما في بإيدنا نعمل أي وسيلة اللي نطلع مظاهرات، وهاي الجرائم ما لازم ينسكت عنا أبدا. درعا يجد السوريين والسوريات من جديد روح الثورة في السويداء ودرعا وريف دمشق وحمص واللاذقية وغيرها من المحافظات. اليوم يتكرر المشهد نفسه بنفس الشعارات، بنفس التضامن الشعبي، حيث تتكرر إسقاط النظام، يلا ارحل يا بشار. والله نحن ضد هالمؤامرات وهالحروب، نحن بس بدنا إسقاط النظام ويرجع ترجع سوريا قوية وحرة، وهي سوريا سوريا للسوار، سوريا للسوريين، مو سوريا للأسد. منجدد العهد للثورة السورية بثورة السويداء للدير لدرعة باختلاط الأمور والأوراق المفاجئة لسوريا، ونسأل الله أنه الفرج قريب على سوريا. إحنا اليوم هون مشان نعطي للعالم أنه إحنا صامدين برا وجوا، إحنا إيد واحدة، سويداء درعة الدير إدلب كلياتنا واحد بإذن الله. بشار انتهى، إحنا هاي أوراق بنعتبرها أوراق الخلاص لبشار الأسد بإذن الله. شكرا حبيبي. رايك باللي Russia will be answer for all crimes above Syrian killed children and Ukrainian war is the last war from Russian Federation. This is Russia will be destroyed and Ukrainian victory depends our freedom, your freedom depends from Ukrainian victory, and I wish to Syrian people independence, freedom. Our fighters, our Chechen fighters, every time support Syrian people. Many lives, many boys died for freedom in Syria against Russia. أريد من هنا يظلون مصامدين ومتكاتفين مع ضد قسد. طبعاً قسد هي مكون أولاً أمريكي قبل ما يكون هو كردي. الكرد ما لهم علاقة. رسالة أوجهها أولاً لأهلنا الموجودين الصامدين الذين حوصروا من أكثر من 10 أيام من هؤلاء المرتزقة الذين جاءونا، هم ليسوا سوريين، هم من جبال قنديل. هاي أولاً. ثانياً لهؤلاء الذين وقفوا ضد شعبنا، نحن الشعب العربي والشعب الكردي يعيش في هذه المنطقة من آلاف السنين، ولن يستطيع مرتزقة قنديل أن تفرق بيننا وبين الشعب الكردي. الشعب الكردي هو شعب أخونا وصديقنا، ونحن وياه نعيش من آلاف السنين. ثالثا نحن كنا نعتقد هذا التحشيد لقطع الطريق على إيران وتحرير الشعب السوري من براثم الإيرانيين، لكن ننظر
ننظر الآن إلا وهو التحشيد على العشائر الموجودة في المنطقة، العشائر الأصيلة. ومن هذا المنبر أوجه تحية للشيخ إبراهيم الخليل العبود الجدعان الهفت، هذا الرجل هو يمثل فقط الممثل الشرعي والوحيد لعشائر دير الزور، وشكرا لقناتكم الكريمة على هذه اللقاء، شكرا لكم. هناك عشرات العائلات الكردية يعملون في دير الزور ومناطق دير الزور، وفي بلدتي أنا مدينة غرانيج شعيطات عشرات العائلات موجودة من الأخوة الأكراد من عشرات السنين، وما ما مسناهم بأي كلام، وهم أخواننا. لقناة النمسا ميديا إنفوغراد من قلب العاصمة فيينا، أدهم اللجي.